زين اذا جينا سالنا هذا القانون هذا بيتحدد بالمعادله هاي a سكوير v زائد v سكوير j على kg لهذا البروفايل سكوير ستريت لاين سكوير. عم نسال عن السؤال هذا هون ايش هاي القيمه هون؟ هاي المعادله بتحددها اذا عم حولت بدون اشتقاق، ما راح اعطيكم اشتقاقها، v سكوير j v سكوير زائد a سكوير v ماينس d بتساوي زيرو. اذا هاي اذا حليت بيطلع معي هون v ماكس v ماكس نعم v a g. هاي بتعطيني اعلى سرعه ممكنه. فبالمثال اللي حليناه قبل شوي كانت عندي d بتساوي 600 متر، a بتساوي 1 متر بير سكند سكوير، جي كان بتساوي 1 متر بير سكند كيوب. اذا هايست بوسيبل سبيد تصير عندي في سكوير زائد في ماينس 600، تحويل هاي المعادله تساوي زيرو. اذا في طلعت معنا 24 متر بير سكند اللي هي السرعه اللي موجوده هون. إذا جيت قلت أنا restriction rate top speed is restricted مثلا at v تساوي 12 متر بير سكند، 12 متر بير سكند أقل من 24، فبصير عندي هذا ببطل ممكن، البروفايل هذا اللي موجود هون ببطل ممكن لأنه هاي 24 متر بير سكند وأنا لازم أعمل restriction على 12 متر بير سكند، فبتحول لبروفايل بهذا الشكل، وهي بتصير ريستريكتد ات 12 متر بير سكند. لكن اذا جيت قلت توب سبيد، توب سبيد از ريستريكتد ات 50 meters per second، إذا لما باجي برسم هاي من هون هاي 24 و50 هون، فإيش بتصير؟ خلص irrelevant no effect، لأنه هاي النقطة 24 meter per second وrestriction على 50 سكند. ماشي واضح الكل؟ هذه أسهل بكثير من إني أقعد أرسم أجرب الحالة restricted واللي not restricted. مش هاي اسهلكم المعادله؟ تشيك بتجيب الامتحان بحط لكم المعادله في بدايه المهنة.